الله معكم. كل مرة منطلع على شجرة عيد الميلاد منشوف إنه مع الزينة في هيدا الشيء الحلو اللي بيضوي الشجرة، ومنتساءل ليش سارين لامبات بينحط على شجرة وليش بيضووا بيطفوا. بحب اليوم نرجع نتذكر شو قال يسوع المسيح. بيقول يسوع أنا نور العالم، بيرجع بعدين بيقول لتلاميذه أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. فحلو نتذكر اليوم أنه أنا وأنتوا أخوتي نور العالم، وعلينا أنه نضوي كالنيرات مثل ما بقول مار بولس في ظلمة هذا العالم. نتذكر مثلاً أشعيا اللي بيقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. إذا حكينا عن الشموع، الشمعة بترمز كمان ليسوع نور العالم، وبترمز لإلنا. الشمعة اللي بتدوب بتعطي نور وبتدوب، هيدا بذل الذات. بس أنا وقت بتطلع على سرير لامبيت بفاجئني إنه مثل كأنه حدا حب إنه هالسرير يضوي يلمع يلمع مثل نجوم السماء، كأنه بتبص بص. ولما سألوني تلاميذي طب وليش بتضوي وبتطفي، حبيت أقول لهم هيدا بيرمز لأنه الرب حاضر وغايب بذات الوقت، حضور وغياب. نحن ما منشوف يسوع بعيوننا، منعرف أنه يسوع هو اللي بينور عتمة هيدا الليل المظلم. اليوم بدي أتعلم أنا وياكم إخوتي نتذكر أنه نحن كمسيحيين بهيدا الشرق نحن نور العالم. مش بس نحن نور، نحن علينا أنه نضوي لكل الأشخاص اللي حياتهم فيها شربكة، ملبكين، تعبانين، مقهورين، مرات مطفيين. بدنا نذكرهم انه انتو نيرات بهالعالم، لازم تكونوا عم تاخدوا نوركن من نور الملكوت، من نور الانجيل، وتعطوا العالم هيدا النور بقلوبهم المظلمة. وهيك منكون عم نعيش دعوتنا ورسالتنا بالشرق ومن الشرق للعالم كله سوا. والله معكم.